مع آخر شركة معه 1000 دينار، فشريكه قال له أعطيك مثلا 15% ربحا أو خسارة بالنسبة لهذا المال، فهل على هذه الصورة شيء حيث الحكم؟ يعني أحدهما يضارب بماله والآخر ببدنه؟ قد يكون أو لا يكون، يعني صورتان، ما في تحديد جاء، وإنما التحديد أو السؤال على تحديد النسبة، نسبة الربح يعني أو الخسارة 20%، مش جاءت نسبة من المال كله أو من مجموع المال، لكن الشريك الآخر قال أنا أعطيك 15% أو 20% على ربحا أو خسارة. هذا كيف صار شريك؟ لأنه شايف قضية بيع ما هو شراكة. لا هو طبعا ما داين، لأنه بده يخسر معاه، بده يخسر معاه إذا صار خسارة. إذا هذا بده يفهمه مضاربة؟ هي السؤال يعني اللي ورد إلي، قد يكون هيك وقد يكون هيك. لا نريد الصورتين. قد يكون هيك وقد لا يكون، شو بيكون؟ بدنا نعرف الصورة تنجاوب عنها. أنا فهمت إنه هي يا مضاربة يا مداينة. إذا كانت مضاربة فهذا بيخسر، إذا خسروا هذا بيخسر من ماله، وهذا بيخسر من إيش؟ من تعبه. وإذا ربحوا بيربحوا اثنين بما اتفق عليه. أما شيخنا يعني سؤالي برضه حول قضية التحديد، يعني بجوز مثلا الخسارة صارت أكثر من 20%. إيه بس أولا تذكر نسبة ربح ونسبة خسارة. النسبة محددة، هي الإشكال يعني ورد في ذهني. مقابل إيش؟ نشوف شو نوع المعاملة يعني. يعني ما بدنا ندخل النوع من المعاملة. هل هو باب القرض؟ هل هو باب المضاربة؟ هل هو باب المشاركة؟ باب المشاركة. إذن إذن هذا يشارك بماله وهذا يشارك بماله، لكن صاحب المال اللي يعني أتى بالشريك حدد له هذا الربح أو الخسارة ب 20%، ربحا أو خسارة. طيب وذاك طبعا بده يصير مع نفس الشيء، بس يعني لا لم يشترط على نفسه ان يعني يحدد النسبه. شيخنا اسمح لي، يعني بمعنى انه لو اجى مثلا واحد قال للثاني بدك تشارك هناك في بضاعه ب 1000 دينار ولكن اذا انا بدي اربح مثلا فيها مربح كبير بدي 20%، ممكن اربح هذاك 100% ما بيعطي 8% الثانيين، والعكس ممكن مثلا ايش بده يجي يخسر، ممكن يخسر 100% لكن بتحمل هذا 20% المخسر. ايه اه نفس اللي اشتغل هاي الصورة، يعني نفس اللي هيك الصورة يعني. نعم. هاي بعد حتى نقدر نجاوب بدنا نعرف انا وياك مثلا، أنا أعطيتك 1000 دينار وأنت حطيت 1000 دينار من عندك. لا ما حطيت، اشتريت بضاعة ما حطيت. شو سوي؟ هيتغير. أنا كنت اشتغل شركة نفس اللي بالك شوي خلينا نخلص من تصوره هو. نعم. شو اللي كان صار؟ أقل أنا حط مثلا معليش أنا حطيت 1000. نعم. أنت شو حطيت؟ كمان 1000 شيخنا. طيب. نعم. أقل. طيب. أقل. وساوينا بها 2000 اشترينا بضاعة؟ نعم. طيب شو جعلت انت الك وشو جعلت الي؟ انا قلت اذا انت ربحت 100% انا بس بدي منك 20%. انا اذا ربحت؟ اي نعم. ليش مو انت اذا ربحت؟ هو اللي بدي تاجر فيها. ها؟ اي نعم. اصبح بدنا نعرف هون. نعم. اصبح في أحد الشريك، أيوة أحد الشريكين فور أسماله حط تعب. نعم. حط عمل، فاهم ولا لا؟ نعم. إيه فأنا كنت متصور إنه أنا بقدر أحط 100 دينار لكن ما بقدر أعمل، لكن هو بقدر يحط 100 دينار وبقدر يعمل. نعم. فهو حول علي هلا إنه أنا بدي أحط 1000 وبدي أشتغل. طيب شو بدك مني انت؟
اذا كان انت ربحت مثلا بالالف دينار كمان الف فانا بس بدي منك 20% يعني 200 دينار. واذا كان مثلا الالف دينار خسروا الالف انا بدي منك تخصم بس علي 20% وتعطيني 800 دينار. ايوه ممكن للصور وإذا خسر المال كله بدك تجيب لي 80 بدك تجيب لي 80% لأنه أنا ال 20% أظن ما هذا شو هذا نفسه هو نفسه طيب هذا ما ظاهر أنه لا يجوز شلون شريك مضارب بالمال ومضارب بجهده إذا خسر بده يعول الشريك الثاني هل مضارب بالمال دون الجهد مين بده يجيب له التعويض هذا هذا ربا ربا الشيخ لو سمحت هو جاب صورة هو جاب صورة ما بهمنا بقى شو السؤال الله يرحمه السؤال انت حافظ السؤال يا استاذ انا عم اسأل الله انا عم اسأل سؤال انا بسألك سؤال انت حافظ السؤال بسجلك لك انا بدي احكي لك انه فلتو شيخنا كنت بعد ما في جوعك تعمل يبدو انه في شركة مصغرة وشغالة وجاء احد الناس يريد انه يشغل 1000 دينار فصاحب الالف دينار قال لصاحب الشركة المصغرة انا معي 1000 دينار بدي اشغلهم فاشترط عليه انه انت بتربح 20% واذا خسرت تصير 20% هذا الذي يبدو ولا بغيرك شيء عليك هاي هي حتى لا مش نفس الصورة هو الاشكال في قضية غيرك حتى موسم الشنطات صورة قال الان احمد هارد موسم الشنطات معي انا 200 دينار وبدي ابيع شنطات ما بكفوا بدي كمان 1000 دينار اعطيني 1000 دينار قال له هذاك بس انا بدي مثلا مربح 20% قال له او مخسر 20% قال له او مخسر 20% ومش البيع ما بيجوز التحديد هذا ما بيجوز التحديد